السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي محبين ومتتبعي التيفي إتناك جنكان، أسعد الله أوقاتكم. اليوم كما تشاهدون قام الطاقم التقني التيفي إتناك جنكان برحلة إلى قلب بيت بعمرة وبالذات جماعة سبوية إقليم سيدي إفني. إن شاء الله سنقوم بإنجاز شريط وثائقي حول أقدم مدرسة عتيقة بمنطقة سبوية، وهي مدرسة أبو جبال العتيقة. هذه المدرسة يناهز عمرها أكثر من 150 سنة. اليوم ستشهد رحاب المدرسة ندوة علمية حول موضوع التعليم العتيق. سيشارك في هذه الندوة عدد كبير من العلماء والفقهاء والأساتذة والباحثين. هذه الندوة تنظمها مدرسة أبو جبال بمعية المجلس الجماعي السبوية إقليم سيدي إفني، وبتنسيق مع المجلس العلمي لسيدي إفني والمندوبية الإقليمية لجهة أمي مديون. والآن سنترككم مع الأستاذ بوبكر الشو، الأستاذ في هذه المدرسة. الكلمة لك سي بوبكر. كذلك نحن سعداء بحضور المنبر الإعلامي المتميز إتماتنا أجاكان على رسالتهم الإعلامية والصحفية، فحياهم الله وشكر لهم هذا الحضور. أخوكم بوبكر الشو أستاذ بالمدرسة العتيقة أجاكان. شكرا لك سي بوبكر، ولا ننسى أن نشكر في هذا المنبر أصدقائي السي عبد الرحمن ترياق نائب رئيس جامعة سبوية والأستاذ السي البشير الداودي الذي يرجع لهما الفضل بزيارتنا إلى هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا. والشكر الخاص لرئيس جامعة سبوية والأساتذة والفقهاء كل واحد باسمه. ولا ننسى أن نشكر المجلس العلمي لسيدي إفني والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية جهة إقليم مدنون، كما نشكر جمعية المدرسة العتيقة أبو جبال والمجلس الجماعي وكل من ساهم من بعيدين وقريب في إنجاح هذا الحفل الديني. والآن إخواني أخواتي سنترككم مع الأستاذ محمد الطويل الأستاذ بهذه المدرسة الذي سيصاحبنا بجولة في هذه المدرسة، هذه المعلمة الدينية مدرسة أبو جبال سبوية. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا إلى نهاية هذا البرنامج. الكلمة لك سي محمد. السلام عليكم، مرحبا بكم في المدرسة العتيقة أبو جبال المتواجدة بجامعة سبوية إقليم سيدي إفني. طبعا المدرسة العتيقة أبو جبال من المدارس العتيقة القديمة المتواجدة في منطقة سيدي إفني ومنطقة بيت بعمران. استطاعت هذه المدرسة خلال المدة القصيرة أن تصبح من بين أهم المدارس المتواجدة في منطقة سيدي إفني، المدارس العتيقة المتواجدة في منطقة سيدي إفني. تصوف المدرسة على مجموع من الأطوار الدراسية، الطور الابتدائي والطور الإعدادي والطور الثانوي. مجموع التلاميذ المتواجدين حاليا بهذه المدرسة المستجرين رسميا تجاوز 90 طالب، أغلبهم من مدن وزازات ومراكش وأكادير، بعض الموجود بعد من قرب من المتواجد مدينة العيون ومدينة القطام. المناهج التي تدرس داخل هذه المدرسة هي مناهج التعليم العتيق وفق النظام الذي أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اللي هي التعليم العتيق والتعليم العصري. من تشمل الدراسة هنا تشمل تشبه درس الأفوار التوجيهية في التعليم العمومي، الامتحانات تقريبا نفس الامتحانات مع الزيادة، طبعا مع الزيادة في المواد الشرعية التي تدرس هنا بشكل أكبر، خاصة القرآن الكريم الذي يعني يأخذ نسبة 80% من التدريس هنا في المدارس العتيقة، إضافة للمواد الشرعية، طبعا إضافة للمواد العصرية الرياضيات والفرنسية والاجتماعيات وبقية المواد الأخرى. طبعا الآن ستتفضل معنا إلى الإدارة حتى تروا كيفية عمل الإدارة.
طبعا هنا تواجد في المقر بإدارة المدرسة العتيقة بجلال بقسم الحارس العام الخارجية. طبعا توفر على طبعا كما ترون على صبورات الإعلانات إضافة إلى عدد المرور الكوفة التي تكون الأطوار متواجدة داخل المؤسسة. طبعا هذا كل ما يتواجد داخل هذه الإدارة. إضافة إلى إضافات مخصوصة ملفات التلاميذ، الإدارة تعرف مواكبة يومية نظرا لمهام الحارس العام الخارجية، مراقبة التلاميذ الغياب والحضور وإلى ذلك، لذلك تكون دائما هنا الإدارة في عمل يومي. طبعا أول جناح هنا خصص إقامة الأساتذة، وخاص إقامة الأساتذة الذين يتوافدون على المدرسة العتيقة. طبعا أغلبهم خارج منطقة صبويا من المنجمين ويوسين وحتى الطنطان أحيانا، هذا الأساتذة من مدينة طنطان. طبعا وفرت المدرسة مكان الإقامة حتى للنبيث وللإقامة هنا حتى انتهاء مهامهم هنا. طبعا التواجد بالجناح الأول الخاص بالأطفال الصغار بين 10 سنوات تقريبا 12 سنة 13 سنة، خصص لهم هذا الجناح بغرف تقريبا 3 أفراد إلى 4 أفراد داخل الغرفة، إضافة إلى غرفة هناك خاصة للتدريس خاصة بهم. المدرسة وضعت كل جناح داخله قسم أو غرفة خاصة بهم. طبعا إذا في البناء هنا يوجد شخص مكلف بهم، المدرب مكلف بالتحفيظ يقيم هنا مع هؤلاء التلاميذ في هذا الجناح. المدرسة توفر على 3 أجنحة، كل فئة عمرية وفرنا لها جناح مع قاعة خاصة بالتدريس. طبعا الآن هذا جناح مخصص، والجناح الثالث مخصص للفئة العمرية الكبيرة بين 12 سنة على فوق. طبعا يتوفر على 16 غرفة للنوم، إضافة كما ذكرنا آلفا إلى قاعة لتحفيظ القرآن. يعني هؤلاء هنا هناك مراش يقطن معهم هو المكلف بهم، التلاميذ طبعا يدرسون في هذه الغرف، وهنا يكون تدريس القرآن الكريم في هذه القاعة. طبعا إضافة إلى إقامة الطباخ والمستخدمين، وإضافة إلى إقامة الممرضة فرط المدرسة مكان الإقامة فيه. طبعا هذا مكان الطباخ وهنا المستخدمين اللي يعمل الموظفين وغيرهم. طبعا الجناح الأخير هو آخر جناح تم بناؤه في 2018، وهذا الجناح خصص بالأساس الأجانب الأفارقة. هذا الجناح يتوفر على طابقين، كل طابق فيه 9 غرف، إضافة إلى 4 حمامات، إضافة إلى قاعتين كبيرتين للدراسة. هذا الجناح يستخدم ايضا كمركز للامتحانات في مكان هناك مركز يتم تنظيم الامتحانات الوطنيه على صعيد منطقه إيفي. كان الجناح مخصص لاقامه التلاميذ الذين ياتون من المدارس الاخرى التابعه لاقليم إيفي، تم استقبالهم في هذا الجناح ويوفر لهم المبيت والاكل والشرب داخل طبعا في ختام هذا اللقاء اشكر الاخوه الحاضرين واشكر الذين اتوا لزياره المدرسه في هذا اليوم المبارك خلال هذه الندوه اليوميه التي تقيمت بمناسبه اختتام الموسم الدراسي، مشاركة الطلبة فرحتهم بهذا اختتام هذا الموسم، وأيضا التعرف على المدرسة والتعرف على طريقة سير الدراسة هنا وكيفية التدريس. طبعا أشكر الإخوة في تي في أيتمات جاكان الذين حرصوا على القدوم هنا ومشاركتنا خلال هذا الندوة العلمية وقاموا بالتجول داخل مرافق المدرسة، أشكرهم طبعا على قدومهم، ونأمل إن شاء الله أن يكون هناك مرافق إن شاء الله يكون هناك لقاءات أفضل إن شاء الله في الأيام الأخرى. بارك الله فيكم، شكرا لكم جزيلا. نحن بدورنا نشكر بسي محمد. والآن مشاهدينا ومتتبعينا سنترككم مع استقبال الوفود المشاركة بهذا الحفل الديني من طرف رئيس جامعة صبويا وفقيه المشرف بهذه المدرسة. تابعونا إخواني أخواتي متتبعينا ومشاهدينا إلى نهاية هذا الشريط الوثائقي دقيقة، وسنرجع إليكم إن شاء الله.
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله 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 وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
وعلى آله وصحبه وتبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yeah.